السلام عليكم البنات، كي دايرين خوتي اخواتاتي؟ كي بقيتو؟ نتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، ونتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نشارككم هذه الوصفه ديال سلطه الفواكه. نتمنى تجربوها، ودائما مع الشعار ديال اننا رحنا في الدار، ماشي ضروري خصك الواحد بحال سلطه فخوي. كنمشيو الاغلبيه كناخذوها غير في لي كافي باش كناكلوها. دابا انا جبتها لكم، تقدروا تصوبوها في الدار علاش لا. ما غنقولش مكونات بسيطه، ولكن مكونات قليله، تقريبا بنانه، جوج كيويات صغار، الا كانت كبيره ديريها وحيده، تفاحة، وتقريبا راكم شتو بقى نص فيها، وثلاثة الفريزات. وعلى حساب العدد ديال شحال عندكم ديال الاشخاص، وعلى حساب شحال عندكم ديال، وبالنسبة لهذا التزيين، بالنسبة للزبيب واللوز ماشي ضروري، هذيك تتبقى فكرة ديال التزيين. بالنسبة للكاطوسي والبرتقال، عصير البرتقال راني درت تقريبا ثلاثة ديال البرتقالات، ها هي. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ودابا غندوزو ان شاء الله المقادير ديال هاد السلطه. ها نتوما معايا، عندي هنايا جوج كيويات، عندي بنانه، وعندي جوج تفاحات، تقدروا تحتاجوا غير وحده. وعندي هنا ثلاثة حتى الأربعة الفريزات، هادو لي فخوي فواكه اللي غنوجدوا بهم هاد السلطه، سلطه فخوي. والتزيين عندنا شويه ديال الزبيب وشويه ديال اللوز، عندي واحد بقشرته وواحد هذا، الا كان نتوما عندكم الاختيار. كان شويه ديال النوا د كاجو، كان شويه ديال الفستق، بيستاش، عندكم الاختيار شنو تبغيو ديروا. انا هاد الزبيب هذا كنت صوبت به واحد الوصفه، واحد شنيك وبقالي، راه كنت مدايره في الطوب، دابا تطلقته شويه وغن هذا نستعملو في هاد السلطه ديال الفواكه. وهنا عندي تقريبا ثلاثه ديال التشينات معصرين، عصير ديال ثلاثه ديال التشينات، مي ما رميتلهمش ديك اللب ديالهم، خليتهم باللب ديالهم، داك التخت ديالهم خليتو لهم، خليته هنا. الكويسات فين غنديروا ان شاء الله هاد الصالات ديالنا. ندوز نقطع لي فخوي ديالنا فواكه، وها انا معكم ان شاء الله. بنات انا رجعت لكم من بعد ما قطعت الخضره ديالي، الفواكه ديالي، الفخيز انا قطعته تقريبا 4 الحبات، وبالنسبه للتفاح قطعت غير حبه وحده، بقات لي وحده باش ما تبقاش هادي لي فخوي مقطعين غيبقاو غير كيضيعوا. هادي بنانه قطعتها حتى هي، وهنا جوج كيويات. الكيوي درتو كله لان ملي كتقشرو الداخلاني ديالو كيبقى داكشي غير قليل، جوج. قبيله نسيت ما قلت لكم البنات، هذا كيبقى اختياري هاد لي بادوار، هاد الكاطو هذا غير التزيين، تيبقى اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش. المهم غير الوليدات الا كانوا راه كيعجبهم بحال هاد الشيء، وكت بحال اللي كتحفزوهم تشجعوهم باش ياكلوا هاد السلطة هادي. صافي نرجعوا ان شاء الله، دابا ندوزو نصوبوا ان شاء الله. دابا بالنسبه للتزيين ديال الكيسان راه كيبقى لكم الاختيار. انا غنبدا بالكيوي ديالي، غنمشي بحال ندير بحال دي كوش طبقات، ديروا القياس لهذا، ها هو بقى لي هذا الشيء. غادي ندير تفاح، ولا بقات لكم شي حاجه راه كديروها في الثلاجه، ديروا عليها قطيره الحامض وغطيوها وديروها في الثلاجه، وتقدروا تصلحوها في اي وقت. هذا التفاحه هي، تقدروا ديروها نص تفاحه. هنايا نرجعوا نمشيو للبنان، حيت البنان كيتبغى بزاف،
نديرو نيت الى بقى لنا غير هيك حال البنان. وانا درت غير حبه وهانتوما راه طيحات زعما كميه لا باس بها. نتوما غتقادو على حساب الليمون اللي عندكم وعلى حساب الكيسان، تقدروا ديروهم في جبيبنات ماشي ضروري هاد الكيسان هكا. انا عاده كنديرهم في جبيبنات مي اليوم بغيت نديرهم هكا في هاد الكويسات. هادي لوكوش التاليه كندير انا الفريج الفريز سمحولي. تجي منعشه وزوينه. المهم كنخليوه هنايا اتساع فين نديرو الوجه ان شاء الله نزوقو ديك المكونات لي فخويسيك اللي غنديرو ان شاء الله. هانتوما تا الفريز راني درت ثلاثه د الحبات وبقات لي حبه وها هو بقى تقريبا كلشي بقى. يلا البنان اللي ما بقاش هنا كنجي حتى هذا نخوي العصير ديالي ان شاء الله في لي فخوي ديالي هكا. وانا تنأكد هذا العصير خليوه بديك الجلوف ديالو بديك التخت ديالو عندنا لاش نضيعوه. هنايا كنجيبو شويه ديال الزبيب. هذا الزبيب قبيله راني قلت لكم كان عندي في دابا راه تسلق كان عندي في كونجيلاتور في الطوب مطوبه. وانتوما بغيتو تفزقوه باش ما يجيكمش قاصح في الصالات ديالكم تقدروا تفزقوه في شويه ديال الماء الزهر. هذا عندي شويه ديال اللوز مزوله القشره قوي هاد الحبيبات بروفيتي فيه هاد الصالات ديالي. وعندي هذا اللوز بالقشيره ديالو حتى هو عندي راه هنايا كتجي منعشه. تقدروا ديروا لها هذه ما كتضيعش لان ما فيهاش الحليب واخا كتبقى في الثلاجه مده طويله حيت فيها غير التين. تقدروا تغطيوها بالباب هذيك الباب الميكات السلوفان وديروها في الثلاجه وتبقى مده ما عندها ما يوقع لها. هادو قلنا بقاو اختياريين بغيتو ديروهم ديروهم ما بغيتوش ديروهم انا دايراهم غير للتين هكا. سواء كتحطوهم هكا سواء كتدخلوهم هنايا ولكن لا دخلوا راهم كيفزقوا. انا دابا ان شاء الله انا دابا انا بروفيتي هاد لا صالاد ان شاء الله ناكلها نوجد الماكله ها هي. دابا غنقدمها لوليداتي. الصالاد ديالنا ها هي نتمنى تعجبكم الصالاد ديالنا كي كتجي كتجي منعشه. نتمنى تجربوها واللي عجبو الفيديو يشوفو يدير لي لايك ما ينسانيش من الاشتراك ونخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديالي. بسلامه.